تشهد عدد من المستشفيات على رأسها مستشفى العريش العام جهودا كبيرة من عدد من المتطوعين لتقديم دعم نفسي مستمر لخدمة المصابين والمرافقين الفلسطينيين. وتأتي فرق الدعم النفسي ضمن الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث تم تقديم أكثر من 10,000 جلسة دعم نفسي ل 927 من الفلسطينيين عبر 10 مستشفيات مختلفة. هنا عادت براءة الأطفال التي قتلت في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر هناك. دعم نفسي مستمر لم يتوقف من خلال مجهود المتطوعين المصريين بمكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، الذين سخروا جهودهم لخدمة المصابين والمرافقين الفلسطينيين. مساحة تقدم أيضا الدعم الغذائي والطبي، رسالة تؤكد على نسيج الأخوة والدعم المتواصل للقضية الفلسطينية وللأشقاء من قطاع غزة. طبعا احنا بالنسبة لنا هنا الأطفالنا دول فوق راسنا، وطبعا احنا بالنسبة لنا الجمعيات اللي بتساعد معانا، جمعية الفيروز والجمعيات التانية، كلهم بيجوا بنعمل دعم نفسي يومي خلال 24 ساعة. كل يوم في جمعيات بتيجي بالتعاون، طبعا كل التعاون ده مع المكتب والمجتمع المدني 24 ساعة، في ظل اللي حضرتك شايفه احنا 8 شهور داخلين في الثامن. الحمد لله ما فيش كلل ولا ملل، كلنا شغالين وكلنا الحمد لله. كل أطفالنا تسأل أي طفل من أطفالنا تحس إن هو في مكانه. يعني المصابين اللي بيجوا على المستشفى احنا بنقدم لهم حاجه اسمها مساحات صديقه. مساحات صديقه ديت احنا بنحاول نعمل لهم مهارات حياتيه، في منهم بعض الاطفال عندهم طبعا تلعثم وعايزين تخاطب، بنقدم ان احنا بنقدم لهم برضو الحاجه ديت الدعم دوت للاطفال. منهم اللي عنده طبعا عنف بنقدم لهم دعم نفسي اجتماعي، في حاجه اسمها دعم نفسي اجتماعي متخصص ودعم نفسي اجتماعي غير متخصص، على حسب ما احنا بنشتغل معاهم. طبعا لو لقينا عنف، لقينا مثلا واحد مش عايز يلعب، انطوائي، كلام من دوت. استطاع المتطوعون هنا ان يرسموا ابتسامة على وجوه الاطفال الفلسطينيين رغم ما يكمن بداخلهم من قصص وحكايات مؤلمة، الا انهم وجدوا من ارض مصر مساحة ليتبدل خوفهم امنا، ويجدوا من يحتضن احلامهم في البقاء بجانب اسرهم وممارسة انشطتهم وهواياتهم، ليوجهوا الشكر لمصر على مساندتها لأشقائها. فهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا عندما يتداعى أحدهم بالسهر والحمى. أنا أول ما أجيت هنا يعني كانوا مستقبليننا كويس، هنا بيعملوا معنا جمعية فيروز، يعني بيعملوا معنا أنشطة، وفي عندك الهلال الأحمر، في هناك عنا غرفة للهلال الأحمر بنلعب فيها أنشطة وبنلعب بلايستيشن وهيك، وبرضو عنا هنا مكتب خدمة المواطنين. جمعية الفيروز كانوا يلعبونا أنشطة كتير وبيخلونا نرسم وأشياء زي هيك. لما طلعنا هلقيت هم ليش أجوا كانوا يلعبونا، هلقيت لما إحنا كنا نطلع غزة كانوا يشوفوا الناس انها مش مبسوطة الاطفال. انا هنا هين فرحانة لانه هين امان، وفي لي قرايب هنا ومبسوطة وفرحانة مع جمعية الفيروز. ساعدونا كتير عشان وكل حاجة بنطلبها منهم بدونا اياها، وكل يوم بيوزعوا الطعام لأهل غزة. تأتي فرق الدعم النفسي ضمن الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فحسب تصريحات وزارة الصحة تم تقديم أكثر من 10,000 جلسة دعم نفسي لأكثر من 927 من الفلسطينيين عبر 10 مستشفيات مختلفة، بالإضافة لاستمرار تدفق دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح البري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف أعباء الشعب الفلسطيني.